السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. الحقيقة أنا كنت عملت البرزنتيشن دي النهاردة الصبح في مؤتمر في جامعة الجلالة، بس كان باللغة الإنجليزية لأن المؤتمر كان فيه حاضرين غير ناطقين باللغة العربية، وحطيتها فعلا باللغة الإنجليزية على الشانل، بس فكرت إن احنا نعملها بالعربي برضو عشان الفايدة تعم. أنا عمرو إبراهيم، Data and AI Cloud Solution Architect في مايكروسوفت أفريقيا، وده الهاندل بتاعي على لينكدين. تقدروا توصلوا للبروفايل بتاعي سواء بسكاننج الكيو ار كود او بانكم تروحوا على امر داش ابراهيم داش اي اي. هتكلم النهارده على introduction to generative AI او artificial intelligence التوليدي. المحتويات اللي هنتكلم عليها النهارده، هنتكلم بسرعه كده على تاريخ الارتفيشال انتليجنس، ونتكلم شويه اكتر على النوع الجديد من الارتفيشال انتليجنس اللي هو الجنرال اي اي، وهنتكلم على عنصر مهم جدا في بناء الجينيريتيف اي اي تكنيكس اللي هو اللارج لانجوج موديل، وهنشوف بقى ايه الامكانيات والاستخدامات بتاعه اللارج لانجوج مودلز، وبرده انها تكنولوجي جديده فهي مليئه بال يعني حاجات كويسه، لكن برده في بعض المآخذ او بعض المحاذير اللي الناس بتحاول تتكلم عنها فيها، هنتكلم عنهم برده. وفي الاخر هتكلم على شوية أفكار كده عايز أفكر نفسي وحضراتكم بيها. عكس ما كتير بيفترضوا، الارتفيشال انتليجنس كمجال دراسة وكمجال علم موجود من تقريبا منتصف القرن الماضي، من حوالي 1956 بدأ الكمبيوتر ساينس يبقى فيه مجال من مجالات الدراسة بيحاول يخلي الماشين. كلمة ماشين في كل اللي هنتكلم عنه بقى النهاردة، كلمة ماشين أو المكنة يعني هي الكمبيوتر او البروجرام او البرنامج، بيحاول يخلي برنامج كمبيوتر يعمل بكفاءة مماثلة او حتى تزيد على كفاءة الذكاء الانساني. فحوالي اواخر القرن بدأ بقى مجال فرعي من الارتفيشال انتليجنس اسمه الماشين ليرنينج او تعلم الآلة. الماشين ليرنينج هو جزء من الذكاء الاصطناعي، بيسمح للماشين اللي هي البرنامج او الكمبيوتر زي ما اتفقنا ان هي تتعلم من بيانات موجوده، learn from existing data، وتحاول تستخدم هذا العلم او هذا التعلم اللي خدته من بيانات موجوده ان هي تاخد قرارات او تتوقع بعض البيانات اللي مش موجوده في البيانات اللي هي اتعلمتها، ودي برضو حاجه مهمه ومتقدمه بدات تحصل من اواخر القرن الماضي. مجال فرعي من الماشين ليرنينج هو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو ان احنا بنستخدم النيورال نتوركس او الشبكات العصبيه، هي انظمه كمبيوتر بتحاول تحاكي مخ الانسان، وبنستخدم النيورال نتوركس دي عشان ناخد داتا نفهمها ونستعملها ونحاول ناخد قرارات بناء عليها. في سنه 21 كسبسيت بقى من الديب ليرنينج ظهر المبدا الجديد بتاع الجينيريتيف اي اي. الجينيريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي هو لأول مرة يتمكن الماشين إن هي تكريت نيو ريتن فيجوال أور أوديتير كونتنت، يعني نقدر نخلق أو نولد محتوى، سواء المحتوى ده كان نصي أو كان مرئي صور أو كان مسموع، محتوى لم يكن موجودا قبل كده، ودي حاجة سبق كبير ما كانش موجود قبل كده. وده بيحصل عن طريق كلمة برومتس اللي هي باللون الأصفر في السطر الثاني دي. كلمة برومتس هي التعليمات اللي بنقولها للجينيريتيف اي اي موديل عشان نطلب منه ان هو يستخدم يا اما الداتا اللي هو اتعرف عليها اثناء التدريب، وهنشوف ده بالتفصيل بعد شويه صغيرين ان شاء الله، او داتا جديده احنا بنوفرها له بس بيمارس عليها فهمه عشان يعمل الحاجه اللي احنا قايلين له عليها كتعليمات في البرومت. فالفكرة الأساسية في السلايد دي هو إن إحنا بقى عندنا لأول مرة برامج قادرة على إن هي تولد محتويات ما كانتش موجودة قبل كده خالص. تقدر ترسم صورة تبدو إن هي صورة طبيعية لشخص مش موجود في الدنيا، أو تعمل مقطوعة موسيقية شكلها حقيقية ما كانتش موجودة قبل كده، أو تكتب قصة، أو تعمل محتوى مختلف ما كانش موجود قبل كده. ده هيودينا لتشات جي بي تي. تشات جي بي تي الحقيقة ليه فضل كبير على اللي حصل دلوقتي في العالم، وان بقت ناس كتير بتتكلم على الارتفيشال انتليجنس كما لو كان حاجه جديده. وزي ما اتفقنا في السلايد اللي فاتت، هو مش حاجه جديده الارتفيشال انتليجنس ككونسبت، لكن تشات جي بي تي عمل حاجه، رمى حجر في ميه راكده الى حد ما. ليه؟ الشارت دي بتبين مقارنه بين شويه سيرفيسز اونلاين سيرفيسز، كل سيرفيس من دول وصل عدد المشتركين فيها لواحد مليون مستخدم في قد ايه. فهنشوف مثلا ان فيسبوك قعد 10 شهور
عشان يوصل لمليون مستخدم. هنشوف ان نتفليكس قعد 3 سنين ونص عشان يوصل لمليون مستخدم. تشات جي بي تي تحت خالص خد 5 ايام عشان يوصل لمليون مستخدم، من ساعه ما اطلق في 30 نوفمبر لمده 5 ايام وصل لمليون مستخدم، ده رقم مهول. قارنه اقرب حد ليه انستغرام، وصل لمليون مستخدم او لمليون داونلود في 2 ونص. ده رقم كبير جدا، فرق كبير جدا يعني، واسرع جدا. ولو بصينا على الشارت الثانيه دي، الشارت دي ممكن تلخبط معلش، هي يعني عاملين العمود الكبير بيعبر عن رقم صغير، بس يعني الفكره اعتقد هتوصل يعني. الشارت دي بتقول ايه؟ بتقول كل برضو سيرفيس من السيرفيسز الاونلاين دي وصلت ل 100 مليون، بقى مش مليون واحد، ل 100 مليون يوزر في قد ايه؟ هنلاقي برضو تشات جي بي تي هو اسرعهم انتشارا، وصل ل 2 مليون ل 100 مليون مستخدم في 2 شهر فقط. قارنوه مثلا بواتساب، وصل ل 100 مليون مستخدم في 3 سنين ونص، فيسبوك وصل في 4 سنين ونص، وهكذا. ده يقول لنا قد ايه تشات جي بي تي عمل حراك في الـ في الـ في الدنيا، في الـ في الناس اللي تستخدم الكمبيوتر على العموم. والميزه الكبيره كمان انه مش عمل الكلام ده هوت للناس المتخصصين، لا، ده بيمكننا من ان احنا نوصل لغايه ساميه جدا اسمها ديموكراتيزيشن اوف اي اي. ديموكراتيزيشن اوف اي اي معناها ان احنا بنخلي الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، قبل الاستخدام بالناس العاديين، الناس اللي بس بتعرف تستخدم كمبيوتر او بتعرف تستخدم سمارت فون. مش محتاج ان انا اكون متخصص في علم الذكاء الاصطناعي، مش محتاج اكون معايا درجه علميه في الذكاء الاصطناعي، مش محتاج اكون افهم يعني ايه نيورال نتورك، او افهم يعني ايه ماشين ليرنينج، او افهم يعني ايه ديب ليرنينج. انا بستخدمه جوه الادوات اللي انا بستعملها في كل يوم في اداء وظيفي العاديه، بغض النظر برضو على تخصصي، هل انا محاسب، هل انا مدرس، هل انا دكتور، هل انا مهندس، ايا كان التخصص بتاعي، حتى لو انا طالب، حتى لو انا رب بيت، ايا كان التخصص اللي انا بعمله او الاعمال اللي انا بعملها، اقدر استخدم الارتفيشال انتليجنس الذي اصبح بشكل ما نقدر نقول مجازا هو اصبح في يد الجميع. طيب ده بيورينا بقى ليه النقطه المهمه بتاعه اللارج لانجوج موديل، او نماذج اللغات الكبيره اللي هي حجر بناء اساسي في الجينيريتيف اي اي. قبل ما نتكلم على اللارج لانجوج مودلز، هنشوف ازاي الارتفيشال انتليجنس كان بيستخدم لغايه فتره قريبه. ويعني مع ان الارتفيشال انتليجنس ما هوش علم يعني قديم قوي، لكن احنا بقينا بنسمي اللي هيطلع على الشاشه دلوقتي قدامنا ده بنسميه ليجاسي اي اي، او الاي اي القديم بشكل ما، عشان نقارنه بما يحدث الان من ثوره في هذا المجال. في حالات الارتفيشال انتليجنس ما قبل الجينيريتيف اي اي، كان عندنا بنعمل موديل بيعمل تاسك معينه او مهمه معينه. فمثلا التاسك بتاعت كلاسيفيكيشن، ان احنا عايزين موديل يقول دول زهور، دول حيوانات، دول مركبات مثلا، لازم بيبقى عندنا داتا سيت بندرب بيها الموديل. تاج دي يعني ايه؟ يعني احنا بنديله شويه صور كده، بنقول له الصوره دي عباره عن زهره، الصوره دي عباره عن مركبه، الصوره دي عباره عن حيوان، وهكذا. ونخليه ونبني ما يسمى بالموديل. في حالتنا هنا اسمه كلاسيفيكيشن موديل. كلاسيفيكيشن موديل عباره عن الجوريزم او برنامج يعني مكتوب بشكل ما عشان يحول التاجنج داتا دي لمفهوم او لفهم يتخزن جوه الموديل، بحيث ان احنا لما نعرض الموديل ده لصوره ما شافهاش قبل كده يعرف يعملها كلاسيفيكيشن. لو ورينا له زهره عمره ما شافها قبل كده، نتمنى ان هو يعرف يقول ان هي زهره، ما يقولش عليها حيوان، ما يقولش عليها مركبه مثلا. فده كانت التاسك بتاعه الكلاسيفيكيشن، وكنا عشان نعملها لازم بنعمل تاجنج للداتا بتاعه الكلاسيفيكيشن، ولازم نبني كلاسيفيكيشن موديل. وكلمه بناء الموديل دي هي كلمه بسيطه، لكن وراها تفاصيل كتيره، من ان احنا بنعمل الالجوريزم ونجربه ويطلع مش شغال صح 100% فنحسن فيه ونعدل فيه. فهي بروسيس اتريتيف متكرره لغايه ما نوصل للموديل المرضي لينا عشان نعمل في حالتنا احنا هنا كلاسيفيكيشن. في حد تاني هيبقى عايز يعمل اوبجكت ديتكشن. اوبجكت ديتكشن يعني بديله صور واقول له في الصوره دي اتعرف لي على الاوبجكتس او العناصر الموجوده جوه الصوره. هنا في حالتنا احنا اتعرف على 2 ايجلز او نسرين، نقدر نخليه يتعرف على بني ادمين، نقدر نخليه يتعرف على عربيات، نقدر نخليه وهكذا. عندنا اكتر من نوع من انواع الاوبجكتس ممكن نعملهم ديتكشن، بس بنفس الفكره بقى، لازم يبقى عندنا ديتكشن داتا، لازم نديله داتا سيت معموله مخصوص لل التاسك المطلوبه، وبرده بنفس الطريقه بنعمل الديتكشن موديل ونبنيه ونعمل له ديباجنج ونتاكد من الاكيورسي بتاعته، وفي الاخر نعمل له ديبلويمنت ونستعمله. وهكذا بقى في شويه الامثله. دول مش كل الحاجات الحقيقه اللي موجوده، مش كل انواع المودلز او كل انواع التاسكس الموجوده في العالم اللي بيستخدموا فيها الارتفيشال انتليجنس، لكنهم يعني
مجموعه ممثله الى حد ما. اللي يهمنا في السلايد دي ان في كل موديل من دول، الموديل المنفصل قائم بذاته، موديل اتعمل لوحده، الموديل بتاع السنتر اناليسيس هو موديل غير بتاع الاكشن موديل، هو موديل غير بتاع الديتكشن موديل، هو موديل غير بتاع كلاسيفيكيشن وهكذا. والديتا اللي اتحطت في كل موديل من دول عشان يتعمل له تريننج وتستنج و هذه البيانات كانت مخصوصه لكل موديل. فاحنا استخدمنا البيانات بتاعت التاجنج دي للكلاسيفيكيشن، استخدمنا البيانات بتاعت التراكنج للتراكنج موديل، استخدمنا البيانات بتاعت الانتيتي للانتيتي ريكوجنيشن وهكذا. فيبدو كده في العموم ان ده هيؤدي الى بطء في الديبلويمنت وتكلفه عاليه، نتيجه ان احنا بنعمل كل سيرفيس او كل تاسك من دول بنعمل لها موديل خاص بيها وبنعمل لها تريننج ديسجوينتلي، يعني بالانفصال او بمعزل عن بقيه السيستمز التانيه. ده كان معقول لان كان هو اللي موجود الحقيقه في العالم لغايه اما بدات تظهر فكره او الفاونديشن مودلز اللي ظهرت منها اللارج لانجوج. تعالوا نتكلم على اللارج لانجوج مودلز بيننا، نتكلم على الجينيريتيف اي اي بقى مقارنه بالسلايد اللي فاتت. اللارج لانجوج موديل بيجي لها بيانات من عناصر بيانات كتيره قوي. عناصر البيانات الكتيره دي قد تكون تكست، يعني نصوص، النصوص دي موجوده في كتب، موجوده في مواقع على الانترنت، موجوده في ملفات ايا كان، وقد تكون صور فيها نصوص، وقد تكون سبيتشز مسجله، يعني مكالمات او تسجيلات يعني فيها كلام بتتحول الكلام ده هوت الى تكست، وقد تكون ستراكشر داتا يعني بيانات موجوده في قواعد بيانات. ايا كان نوع البيانات دي في الاخر بناخد بيانات النصيه اللي فيها وبنعمل تريننج او تدريب للارج لانجوج موديل. اللارج لانجوج موديل في الحاله بتاعتنا ده هو بيبقى بيستخدم الداتا انليبلد، دي نقطه مهمه قوي، ما بنقولوش ان دي مقاله ونقول له ان دي شعر ونقول له ان دي سكريبت بتاع مسرحيه ونقول له ان دي مثلا برودكت كاتالوج، مش كده. هو بياخد الداتا انليبلد ومن كتر بقى ان هو حجمه كبير كامكانيات يعني كومبيوتنج والنيورال نتورك اللي هو مبني عليها، وطبعا بتكنيكس مش ده مجال ان احنا نتكلم فيها، يعني بيحصل فهم لهذه البيانات العديده. والفهم ده برضو عشان يحصل بنستخدم حاجه مهمه جدا اسمها الترانسفورمرز. نقدر ببساطه يعني شديده التبسيط نقول ان الترانسفورمرز دول هم عاملين زي ما يكونوا نقدر نقول عليهم خبراء اللغه، خبراء اللغه اللي بيستخدموا اللي بيساعدوا اللارج لانجوج مودلز دول ان هم يفهموا، وبعد ما يفهموا يقدروا يولدوا او يرجعوا تكست شبه اللي البني ادمين بيقولوه، فبالتالي يرجع لي كلام يبدو كما لو كان في بني ادم اللي كاتبه مش ماشين اللي كاتبه. ده في حد ذاته اللارج لانجوج مودل. الميزه الكبيره بقى اللارج لانجوج موديل لازم اتفقنا هو اتدرب على بيانات عديده جدا، ممكن يكون هنا شاف كتب بتاعت مدارس، ممكن يكون شاف محاضرات بتاعت جامعات، ممكن يكون شاف اشعار، ممكن يكون شاف مسرحيات، ممكن يكون شاف ويب سايتس بتتكلم على طرق طبخ، حاجات كتيره جدا، بيانات كتيره من مجالات متعدده. نقدر احنا كمان نعمل له حاجه اسمها ادابتيشن او فاين تيونينج. الادابتيشن والفاين تيونينج ده هو ان احنا بالبرمجه يعني بنغير شويه في طبيعه اللارج لانجوج موديل دي موديل ده عشان نخليه يعمل مهام كانت بتتم قبل كده، بس كانت بتتم كل مهمه من المهام اللي هنكتبها دي ودي مجرد امثله كانت بتتم عن طريق سيبريت موديل زي او موديل منفصل زي اللي كنا بنتكلم عنهم في الشاشه اللي فاتت. فاحنا نقدر بالادابتيشن نخلي اللارج لانجوج موديل ده يجاوب، يبقى عنده استعداد او امكانيه انه يجاوب على اسئله، اساله سؤال بناء على المحتوى اللي هو اتعلمه او المحتوى اللي انا اديته له ويجاوبني عليه، ويقدر يعمل سنتمنت اناليسيس، يقدر يعرف اذا كانت الجمله او الباراجراف اللي مكتوب له دهوت هل ده بيؤدي الى او يعني معناه حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه، الانطباع اللي فيه حاجه ايجابيه ولا سلبيه. انفورميشن اكستراكشن دي نقطه مهمه جدا، عندي كميه بيانات كتيره او نص كبير وعايز اطلع منه مثلا اسامي الاماكن السياحيه اللي موجوده فيه او اسامي العملاء اللي مكتوبين فيه او اسامي المنتجات اللي الناس بتتكلم عنها ايا كان، فنقدر نعمل انفورميشن اكستراكشن. نقدر نعمل ايمج كابشننج، يعني بناخد صوره نديها للموديل هو يوصفها لنا بطريقه فيربل بطريقه مقروءه. نقدر نعمل اوبجكت ريكوجنيشن زي ما عملنا في زي ما قلنا قبل كده. نقدر نعمل انستراكشن فولو، يعني اقدر اقول له شويه بيانات كانهم وصف وظيفي كده، اقول له انت هتاخد البيانات دي تفهمها تطلع لي منها اسامي المنتجات مثلا لو احنا بنتكلم على برودكت ريفيوز، وتقول لي كل منتج من المنتجات دي هل اليوزرز مبسوطين منه ولا زعلانين منه، اذا كانوا مبسوطين مبسوطين من ايه، واذا كانوا زعلانين زعلانين من ايه، وهكذا. انا بدي له انستراكشنز هو لانه بيفهم لغه، فبيفهم اللغه التعليمات اللي بديها له وبيمارس هذا الفهم على البيانات الاخرى اللي بنديها له عشان يشتغل. دي ثوره الحقيقه ما كانتش موجوده قبل كده، فكره ان انا بدي له داتا اولا انليبلد، يعني داتا بدي له كميه بيانات كتيره مش محتاج حد يقعد يقول له
الداتا دي ايه، وهو بيفهمها باستخدام الترانسفورمرز، وبعدين بيبقى عنده امكانيه ان احنا نعمل لها فاين تيونينج عشان نعمل تاسكس كتيره. فبالتالي بقى عندنا لاول مره من فتره بنقدر نفكر فيما يسمى بالارتفيشال جنرال انتليجنس. الاي اي هو الارتفيشال انتليجنس، وهو زي ما اتفقنا عباره عن محاولات لمحاكاه العقل البشري في اداء وظيفه ما زي ما شفنا في الشاشه اللي فاتت. لكن الارتفيشال جنرال انتليجنس هو الامل اللي يعني بيرجوه العاملون في هذا المجال، ان احنا نوصل لان الكمبيوتر يكون بيعرف يحاكي العقل البشري في عمل العديد من المهام حسب التعليمات اللي بتتقال له. فلاول مره نبقى مقربين قوي من الموضوع بتاع الارتفيشال جنرال انتليجنس. هو مش هنتكلم عنه بالتفصيل هنا، بس هو بدات الفكره تختمر جدا ويبقى لها وضوح ويبقى لها امل في التطبيق القريب عن طريق الفاونديشن مودلز او اللارج لانجويج مودلز. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا نقدر بالفاين تيوننج نعمل حاجات كتيره، نعمل تاسكس كتيره. تكستمايزيشن او تلخيص النصوص من المهام اللي بيعرف يعملها اللارج لانجويج موديل بكفاءه، اقدر اديله كتاب واقول له لخصه لي في مثلا 3 صفحات، ومش بس كده واقدر اعملها باكتر من لغه. اقدر اديله مثلا مقالات بتتكلم عن موضوع معين واقول له لخصها لي، بس المقالات دي تكون مكتوبه مثلا بالانجليزي والفرنساوي والالماني، واقول له لخصها لي بالعربي مثلا. يقدر يعمل كده. فالتكستمايزيشن مفيد جدا مش بس في الكتب، ممكن يكون مثلا تعالوا نتخيل كده ان احنا عندنا تسجيل لمجلس لاجتماع مجلس اداره، الاجتماع قعد 3 ساعات والتسجيل ده هو تحولناه لتكست، بقى فيه تفريغ لما قيل في الاجتماع لمده 3 ساعات. مش كل حاجه هتتقال محتاجه تتحط في الملخص، لان في حاجات ممكن يكون حد بيعيد كلام، ممكن يكون حد بيسال على حد، ممكن. فنقدر نديله بقى هذا الكم الهائل من البيانات من التكست ونقول له اعمل لي تلخيص لده. ومش بس كده بقى، ويقدر يتعرف على اسامي فيعرف احنا طلبنا ايه من مين، مين مستنيين منه يعمل تاسك معينه وهكذا. تكست جنريشن او توليد الكلام نقدر نستعمله في حاجات كتيره. نقدر نقول له مثلا قول لي اعمل لي ليسون بلان لو انا مدرس، او قول لي اسمي برودكت جديد انا عايز اعمله، عايز له اسم كاتشي اسميه ايه، او قول لي اعمل برودكت ديسكريبشن، انا عندي برودكت بيعمل كذا وكذا وكذا، اكتب لي حاجه انجيجنج تخلي الناس لما تشوف البرودكت بتاعي اونلاين عايزه تشتريه وهكذا. سنتمنت اناليسيس زي ما اتفقنا نقدر نديله بيانات كتيره كبير يعني حجمها كبير، ونقول له في كل باراجراف من دول قول لي هل الكلام المكتوب ده يدل على انطباع ايجابي ولا انطباع سلبي. بيستخدم في حاجات كتيره. تعالوا نتخيل مثلا ان احنا عندنا موقع الكتروني بنبيع عليه اي بضائع، وهذا الموقع بيسمح للمستخدمين او الزوار ان هم يعملوا ريفيوز على البرودكتس المختلفه اللي موجوده فيه. فحد هيكتب المنتج ده كويس، وحد هيكتب المنتج ده مش كويس، وحد هيقول المنتج ده كويس في كل حاجه ما عدا مثلا سعره، حد هيقول هو الحقيقه مش كويس بس المندوب اللي جابهولي كان راجل محترم، ايا كان اللي هيقوله. فاحنا تخيلوا بقى ان احنا بقى عندنا برودكت ريفيوز كتيره مكتوبه على الموقع ده، وعايزين نعرف الناس مبسوطه من ايه وزعلانه من ايه. فنقدر نعمل ده عن طريق السنتمنت اناليسيس. وخليكم دايما فكروا ان الميزه الكبيره هنا ان احنا عندنا امكانيه ان احنا ناخد ونستقبل كميات كبيره جدا من البيانات. البني ادمين في الغالب هيتعبوا ومش هيقدروا يعملوها بنفسهم، ففكره ان هو بيقدر يكونسيوم بيانات كتيره نصيه ويمارس عليها فهمه ويمارس عليها الوظائف اللي ادهاله دي فكره كويسه قوي. كونتنت كريشن زي ما اتفقنا، سواء بيكريت ايمجز او بيكريت ساعات فيديوز كمان، او بيكريت تكست، والتكست ده قد يكون اوتلاين لمحاضره، قد يكون سكريبت يوتيوب فيديو، قد يكون قصه فيها مورال معين عايزين نبقى نقولها، ايا كان. الشات بوتس وساعات بنسميهم فيرتشوال اسيستنتس، وساعات بنسميهم كونفرسيشنال اي اي بروجرامز، هي برامج موجوده في العالم بقى لها العديد من السنوات، لكنها استفادت جدا من اللارج لانجوج مودلز لانها بتعتمد عليهم دلوقتي في الخلفيه. بقت لما الشات بوت عباره عن برنامج بيتكلم عن طريق النص، يعني كانه بيعمل شات، كاني مثلا بتكلم مع واحد على واتساب، بس الواحد ده ما هوش واحد، الواحد ده هو برنامج وانا بكلمه، وهو المفروض او المفترض ان هو يفهم اللي انا بقوله له ويرد عليا بناء على اللي انا كلمته الطلب اللي انا طلبته. الكلام ده كان بيتم قبل كده، لكنه كان بيتم بامكانيات ما. الامكانيات دي كبرت جدا بعد ما بقى عندنا لارج لانجوج مودلز بتفهم بيانات كتيره ونقدر نفهمها حاجات كتيره ما كانتش عارفاها قبل كده، فبالتالي تقدر ترد. نقدر نعمل شات بوت يساعدني على ترابل شوتنج مثلا، لو انا عندي عطل في برودكت معين يكون الشات بوت دهوت فهم قرا وفهم الكتالوج ويقدر يقول لي لو اللمبه دي نورت انت محتاج تتكلم الصيانه، لو شايف ظاهره معينه انت محتاج تغير الفلتر، محتاج تثبت التيار الكهربائي، ايا كان الحاجه الموجوده بيقدر يعملها لي عن طريق شات. نيمد انتيتي ريكوجنيشن زي ما اتفقنا، يقدر ياخد نص كبير ويطلع من جواه
الحاجات اللي هو اتعرف عليها. اقدر اقول له اتعرف على اسامي البرودكتس، اقدر اقول له اتعرف على اسامي الاماكن، اتعرف على اسامي الناس، اتعرف على اسامي الفواكه، اتعرف على اسامي الحيوانات، ايا كان نقدر نطلع ده. ومعاهم انا برضو عايز وانا بتكلم نبقى واخدين بالنا ان كل سيناريو من دول او كل يوز كيس من دول ما هياش بمعزل على الباقيين. فاحنا نقدر نقول له مثلا الحته اللي اتكلمنا فيها على الثلاجه اللي المدير كذا كان اغلب السنتمنت بتاعها بوزيتيف ولا نيجاتيف، نقدر نقول كده. او لخص لي اراء العملاء في البرودكت الفلاني او في الشركه الفلانيه او في الممثل الفلاني او في الاستاذ الفلاني، ايا كان اللي احنا بنطلبه منه. ايمج انوتيشن زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت بندي له صوره هو يقدر يفهم المحتوى اللي فيها ويكتبه لي بالكلام، يقدر يوصف لي يقول لي دي عباره عن صوره فيها اتنين قاعدين بيلعبوا مثلا شطرنج، واحد منهم شكله عنده 50 سنة والتاني شكله شاب في اوائل العشرينات مثلا يعني، ووراهم شجر فهم غالبا قاعدين في جنينه مش قاعدين في مكان مقفول. نقدر نعمل ده وفكروا طبعا في المساعدات الكبيره اللي ممكن يعملها ده لذوي الهمم، لان احنا نقدر نحول كتير من المحتوى اللي هم مش عارفين يشوفوه الى محتوى مكتوب، ونقدر ببرامج تانيه نحول الكتابه دهيت الى كلام مسموع برضه عن طريق الارتفيشال انتليجنس، فنقدر نخليهم يسمعوا اللي مش شايفينه. دي حاجه الحقيقه كويسه قوي. سبيل كوركشن يقدر يفهم ان في عندنا مشاكل في السبيلنج ويصلحها كمان، مش بس يعني، فنقدر نديله انستراكشنز حتى لو احنا مش كاتبينها بسبيلنج صح 100% بيفهمها وبيعرف يصلحها. ماشين ترانسليشن او المالتي لينجوال كابابيلتيز دي نقطه مهمه قوي. هو اللارج لانجوج مودلز دي لما جت تتدرب اتعلمت على لغات كتيره متعدده، فمنها نمها فهمهم ان هم يفهموا لغات مختلفه. فنقدر نقول له مثلا برضه فكروا في الحاجات المختلفه السيناريوز اللي فوق دي، خد تكست مني ب كذا لغه واعمل له سمرايزيشن بلغه ما كانتش موجوده قبل كده، يعني مثلا خد مقاله بالانجليزي على توبيك معين ومقاله بالفرنساوي ولخصهم لي بالايطالي، اقدر اعمل كده لان هو بيعرف يعمل كده. طبعا ترانسليشن العادي البسيط خد الجمله دي او الباراجراف ده هو موجود باللغه الفلانيه ترجمه لي لغه ثانيه. وساعات كمان اقدر اقول له ديتكت اللانجوج، لو انا ما اعرفش اللانجوج دي ايه، لو المكتوب بلغه انا ما اعرفش ايطالي ولا اسباني ولا الماني مثلا والجمله دي مكتوبه بلغه منهم وانا ما اعرفهاش، اقدر اقول لللارج لانجوج موديل خد اللغه دي الجمله دي وقول لي من فضلك هي مكتوبه بانه لغه واعمل عليها ايا كان التاسكس المطلوبه اللي بعد كده. نقدر نعمل حاجات كتيره. الكود جنريشن برضو من النقط المهمه اللي بيحبوها البروجرامرز، هو لو احنا اللارج لانجوج موديل بتاعنا اتدرب على كميه كود او كميه سطور برامج كتيره، اللي هي الكود هو الطريقه اللي بنكتب بيها البرامج سورس كود، فيقدر يفهم انا عايز اعمل ايه بشكل او باخر من الكتابه اللي انا بكتبها وانا بكتب في البرامج بتاعتي، ويقترح عليا طرق تسهل لي الكتابه، يقول لي انت غالبا عايز تكتب كذا السطر الجاي او اللي انت بتعمله ده هو يتعمل احسن بالطريقه الفلانيه، فبيسهل جدا حياه البروجرامرز. ولو حد هنا من اللي بيسمعني يعني بروجرامرز، احنا مايكروسوفت طلعت من حوالي سنتين بالتعاون مع اوبن اي اي قبل حتى ما تشات جي بي تي يظهر الوجود خالص، طلعنا جيت هاب كوبايلوت. وجيت هاب كوبايلوت بيعمل كده بالظبط، بيركب على فيجوال ستوديو ويتحط كاستنشن ويفهم وانا بكتب الكود بتاعي انا عايز اعمل ايه، ويجيب لي بناء على كود كتير اوبن سورس هو اتعود اتمرن عليه يفكرني وبان كانت اللغه اللي انا ببرمج بيها يقول لي انت ممكن تكتب بالطريقه دي او يساعدني ان انا احسن من الانتاجيه بتاعتي. الميزه هنا ان احنا بنعمل ده بفيو لاينز اوف انبوت، بنطلب الطلب اللي احنا عايزينه ايا كانت التاسك المطلوبه اللي هنا عندنا فوق دي بنطلبها عن طريق برومبت، ما هياش بالضروره تكون مكتوب فيها كلام كتير، ودي حاجه كويسه قوي برضو. احنا بنقدر نطلب ببساطه مهام تبدو معقده جدا. زي اي تكنولوجي، زي اي حاجه الحقيقه في الدنيا، اللارج لانجوج مودلز والجينيريتيف اي اي على العموم ليهم الكثير من المميزات وعليهم العديد من المآخذ أو النقط اللي الناس لسه قلقانة فيها. فهنتكلم بسرعة على ثلاثة مميزات وثلاث مآخذ. الفرسيلتي والأدابتابيليتي معناها إن الأنظمة دي قابلة للتطبيق في مجالات مختلفة، نقدر نمارس الفهم ده على بيانات طبية، على بيانات هندسية، على بيانات محاسبية، على بيانات قانونية، لأن هو فعليا اللارج لانجوج موديل عنده كذا ميزة. الميزة الأولانية إن هو اتمرن على بيانات من مجالات مختلفة، الميزة الثانية إن هو عنده فكرة اللانجوج أندرستاندينج أو فهم اللغوي، فهو حتى لو كانت البيانات دي مش فاهمها قبل كده يقدر يشوفها ويفهمها ويمارس عليها أيا كان التاسكس اللي إحنا قلنا عليها قبل كده، فهو بيعرف يعمل تاسكس كتيرة على مجالات متعددة مش مرتبط بمجال واحد، ودي حاجة كويسة جدا بتفتح المجال ان احنا نعمل حاجات مختلفة ما كانتش بالضرورة موجودة قبل كده. تعالوا نتخيل كده ان احنا مثلا لو بنتكلم عن المجال القانوني عندنا وسيلة ان احنا ندور في كل الاحكام اللي فاتت على احكام متعلقة بجريمة معينة او بظرف معين، نقدر نعمل ده. الكلام ده نقدر نعمله كبني ادمين بعينينا، بس هنتعب جدا ندور في مجلدات. لو الكلام ده تحول الى تكست ووديناه للارج لانجوج مودلز دي نقدر بقى نقول له
على تاسكس فيري سبيسيفيك في المجال القانوني يقدر يجاوبني عليها وهكذا. الافشنسي والسكيلابيلتي، اللارج لانجوج مودلز دي، كلمه لارج ليها معنى هنا، اللارج لانجوج مودلز دي حصل لها ان هي اتعلمت وفهمت كميات بيانات كبيره جدا، وتقدر كمان تستوعب بيانات كبيره ما شافتهاش قبل كده وتمارس عليها فهمها، وتشتغل بسرعه معقوله جدا بغض النظر عن كميه البيانات. فده بيدينا يعني كفاءه وسكيلابيلتي، يعني قابله ان هي تكبر لو البيانات بتاعتنا كبرت، مش هتعطل في وقت من الاوقات. وده اساسا كمان عشان بتعتمد على الحوسبه السحابيه اللي هي فعليا عباره عن كومبيوتنج باور تكاد تكون لا نهائيه. طبعا مش حاجه اسمها لا نهائيه، بس هي كومبيوتنج باور اكبر من اي داتا سنتر موجود عند حد لوحده. النقطه الاخيره الحقيقه انا شخصيا يعني ده رايي شخصي، بعتبرها من اهم مميزات اللارج لانجوج مودلز، اللي هي الديموكراتيزيشن اوف اي اي تكنولوجي. فكره ان احنا نخلي الارتفيشال انتليجنس قابل للاستخدام باي حد عارف يوصل للتول دي، مش لازم يكون عنده درجة علمية معينة، مش لازم يكون عنده تخصص معين، مش لازم يكون عنده فهم معين لكيف تعمل هذه الأشياء، لكنه بيعرف يستعملها في حياته اليومية. دي حقيقة فكرة بديعة جدا، وبتخلي ناس كتيرة حياتهم تبقى أسهل، ووظائفهم بتتعمل بشكل أكثر إنتاجية وأكثر راحة ليهم، وبالتالي يبقى أصحاب العمل هيتبسطوا هم كمان، نتيجة إن إحنا بقى عندنا مساعد بيساعدني اعمل حاجات كتيره من اللي انا كنت بعملها بشكل اكثر احترافيه او اكثر انتاجيه. بعض المآخذ، موضوع البايز او التحيز. احنا اتفقنا ان اللارج لانجوج موديل بيتدرب على كميه بيانات كتيره جدا، واي توبيك موجوده في العالم تحتمل عده اوجه، واي توبيك ممكن يكون ليها اكثر من راي متعارض على نفس التوبيك دي. الاحتباس الحراري احد الامثله، الخلافات السياسية مثلا بين الأحزاب ومن بعضها أحد الأمثلة، ورؤى الأحزاب المختلفة لنفس القضية متضاربة أو متناقضة ساعات. لو أنا بتكلم هنا دلوقتي، أنا اللي بمرن هذا أو ببني هذا اللارج لانجوج موديل، لو أنا وأنا بمرنه ما عرضتهوش أو ما وردهوش غير بيانات بتتبنى وجهة نظر واحدة، فأنا غالبا هطلع لارج لانجوج موديل متحيز وجهة نظر دي، ما يعرفش غيرها، ما شافش غيرها، ما هو بيشوفش غير انا بوريه له. فبالتالي عليا انا كمطور لهذه الادوات، لو انا من يطورون هذه الادوات، عليا ان انا اكون واخد بالي وقاصد ان انا اكون بشيل هذا التحيز منه بقدر الامكان، بغض النظر عن رايي الشخصي، انا بقدر الامكان اعرضه لوجهات نظر متضاربه او مختلفه، اعرضه افهمه ان كل موضوع من الموضوعات دي ليه وجهات مختلفه، بحيث ان هو يبقى عنده هذا الانفتاح وهذا الافق الواسع لما نتكلم على اي حاجه. الهلوسينيشن او الهلوسه هي برضو احد المآخذ على اللارج لانجوج مودلز، وهي ليها الحمد لله طرق للتغلب عليها او لتقليلها، لكن هي ببساطه اللارج لانجوج مودل ما بيعرفش يقول ما اعرفش لوحده، الا لو انا علمته يقول ما اعرفش. هو ما بيعرفش يقول ما اعرفش، انا ممكن اساله على حاجه هو ما يعرفهاش فيرد عليا رد يبدو منه انه واثق جدا في نفسه، فانا اتخدع وافهم اللي هو قاله لي انه حقيقه وهو مش حقيقه. ودي برضو بتودينا لنقطة مهمة قوي، ان large language models و artificial intelligence systems مهما بلغوا من كفاءة على الاقل حتى هذه اللحظة في التاريخ، يعني يتطلب استخدامهم ان يكون عندنا بني ادمين بيفهموا الكلام اللي بيتقال وبيبصوا عليه ويمرروه على عقولهم ويشوفوا هل الكلام ده يعقل او ما يعقلش، الكلام ده حقيقي ولا مش صح، عشان نقرر نستعمله. دي نقطة مهمة جدا، وكل الابليكيشنز اللي بتستخدم large language models اللي معمولة عن طريق يعني شركات ليها سمعتها يعني الجيده كلها بتحط هذا التحذير ان الكونتنت ده جنريتد من AI، فخد بالك انه قد يحتمل انه يكون في خطا، فلو سمحت ما تستعملهوش عمياني كده، لازم تبص عليه وتفهمه وتفكر هل هو يعني صحيح وليه معنى صحيح ولا هو مش صحيح. فدي نقطه برضو مهمه. النقطه الاخرانيه الميس يوز اوف ماليشيس اوف اي اي فور ماليشيس بيربوزز. احنا ممكن هو اتعلم حاجات كتيره، من ضمنها اتعلم حاجات وحشه، ممكن يقترح وسائل لعمل بعض الجرائم من غير ما نكتشف من ينكشف مثلا، يعني ممكن يقترح حاجات مش كويسه. فلابد على من يطورون هذه الانظمه برضو ان هم مع ان النظام ده يقدر يوفر بيانات مش كويسه، ان لما يلاقوا ان البيانات اللي هتطلع منه بيانات مش كويسة أو الأسئلة أسئلة فيها شر وفيها ضرر، ما يخلوهاش تترد عليها. وده يورينا لموضوع Responsible AI. Responsible AI بعد ما بدأ Artificial Intelligence تطبيقاته تزيد جدا في الحياة، بدأت الشركات الكبرى على الأقل يعني العاملة في مجال Artificial Intelligence تتبنى بعض المبادئ
اللي بنسميها Responsible AI Principles. المبادئ دي بتخلينا لو انا موظف في هذه الشركه بتخليني انا ومن يشتغلون في هذه الانظمه يبقى عارفين ان هم محكومين ببعض المبادئ اللي ما ينفعش يحيدوا عنها، فبالتالي البرامج بتاعتنا ما يبقاش في اساءه استخدام ليها، ما تبقاش بتعمل اضرار، ما تبقاش بتعمل بيانات مش صح وهكذا. كمثال على الامثله، شركه مايكروسوفت عندها 6 Responsible AI Principles. أول principle هو الأكاونتابيلتي. Accountability أو المحاسبية، معناها إن الأنظمة اللي معمولة دي بتاعة Artificial Intelligence دي عاملينها ناس. لو النظام ده عمل حاجة مش كويسة، ارتكب يعني أدى إلى ضرر أو إلى شر، يحاسب من عمله عليه، مش يحاسب النظام. النظام ده حاجة مش موجودة، لكن لو أنا اللي عملت البرنامج ده والبرنامج ده في الآخر أدى إلى مشكلة، فلازم يكون فيه وسيلة للرجوع عليا بمساءلة ومحاسبة. Transparency أو الشفافية، الـ Artificial Intelligence زي ما اتفقنا عبارة عن أنظمة معقدة جدا، مع ذلك الـ Transparency Principle بيقول إن الـ AI Systems should be understandable، لازم يكون في وسيلة إن احنا نفهم ما هو موجود جواها، لازم يكونش في جواها أي صناديق سودة مغلقة، لازم يكون معروف هي بتعمل إيه عشان نقدر نفسر المخرجات اللي بتطلع منها بتطلع إزاي لو حبينا نعمل أي تحقيق أو أي يعني فهم لما حدث ازاي. فالترانسبرنسي او الشفافيه مطلوبه جدا. المبدا التالي هو الفيرنس او العدل. الاي اي سيستمز شود تريت اول بيبل فيرلي، وده يرجعنا تاني لموضوع البايز او موضوع التحيز. لازم بغض النظر عن العرق والدين والنوع و و و لمن مستخدمي هذه الانظمه، يجب على الشركات ان هي تبقى عامله حسابها ان كل الانظمه بتاعتها بتستخدم بكفاءة وبتؤدي وتوفر نفس الخدمة لكل أنواع المستخدمين بدون تمييز بينهم وبين بعضهم. Reliability and Safety أو الاعتمادية على السيستمز والأمان، نقطتين مهمين جدا. إحنا ممكن زي ما اتفقنا نخلي الأنظمة دي بطبيعتها ممكن ترد على أسئلة مش كويسة وتؤدي إلى ضرر، فلما يبقى في لحظة نختار فيها بين إن إحنا نكمل في generating الكونتنت اللي موجود او عمل ما يعمله هذا السيستم، ولو هذا العمل تعارض مع الامان او الامن بتاع المستخدم او مجموعه اخرى حتى من البشر، يجب ان لا نستمر فيما نعمله. يجب ان السيستم يقف ويقول مش لا انا مش هجاوبك، اللي انت بتطلبه ده هو مضر، اللي انت بتطلبه ده هو مش صح سواء ليك او للمجتمع، فانا مش هقدر اساعدك في حاجه زي كده. لازم ده يحصل عشان يبقى هذه الانظمه يمكن الاعتماد عليها في تحسين حياة البشر إلى حياة أفضل. المبدأ بالأخير هو البرايفسي والسيكوريتي أو الخصوصية وأمن البيانات. دي نقطة مهمة جدا لأي حد بيتعامل مع أنظمة الحقيقة في العموم وخصوصا الارتفيشال انتليجنس. إحنا في الآخر هندي الأنظمة دي بعض البيانات الخاصة بينا أو بعض البيانات الخاصة بشركتنا. يجب أن يكون في وسائل تضمن إن هذه البيانات لن تستخدم إلا في الغرض المطلوب استخدامها فيه. البيانات بتاعتي تظل بتاعتي، محدش غير يقدر يشوفها، محدش غير يقدر يستعملها، محدش غير يقدر يوصل للاستنتاجات اللي بنستنتجها سيستمز ليا، تفضل ليا أنا مش لحد تاني. ونفس الكلام دي الخصوصية وأمن البيانات. البيانات ما تتسربش، البيانات ما تتغيرش وهي موجودة عندي، البيانات ما يطلعش عليها حد أو يوصلها حد مش من حقه يوصلها. Inclusiveness معناها الاي اي سيستمز شود امباور ايفري وان اند انجيج بيبل، معناها ان احنا بنحتوي كل الناس، تشبه الفيرنس الى حد ما لكنها تحتوي، بنحتوي كل الناس، كل فئات المجتمع، كل الفئات المحتمله من المستخدمين بنحتويهم عشان نقدم لهم الوظائف اللي بيقدمها الاي اي سيستمز. واللينك دي فيها مزيد من التفاصيل عن السكس برنسبلز بتوع مايكروسوفت. انا حقيقة حبيت اختم بقى البرزنتيشن دي بشوية ثوتس كده بسيطة. ناور نيفر، الحقيقة انا شايف ان دي لحظة فارقة في التاريخ، ان احنا بنبدأ كلنا من نقطة واحدة كل العالم بيبدأ منها من ساعة ما جينيريتيف اي اي ابتدى يشتغل من فترة قليلة قوي. تشات جي بي تي لما طلع في نوفمبر اللي فات كان كل الناس بدأت تستعمله في نفس الوقت. مين بقى هيستعمله عشان يتطور ومين هيستعمله عشان يقول نكت، دي كل واحد يرجع للموضوع. بس الحقيقة ده فرصة مناسبة ان احنا نبقى لمرة من مرات النادرة بنبدأ مع الدنيا كلها. دي لقطة لحظة شبه ظهور الانترنت في العالم، شبه ظهور السمارت فونز في العالم، لحظة فارقة فيها تكنولوجيا جديدة سهلة. واحتفالنا الديموكراتيزيشن، التكنولوجيا دي بتوصل في ايد كل الناس، نقدر نستعملها ان احنا نحسن من حياتنا وحياة مؤسساتنا وحياة دولنا وهكذا. لو حضرتك او حضرتك مش حد تكنيكال، مش بتستخدم يعني مش بتكتب برامج، ما انتش داتا ساينتست وهكذا،
بس بتستخدم الكمبيوتر في اي اداه في اي وظيفه بتعملها. انا اقترح ان حضراتكم تبداوا، لو ما كنتش بداتوا بالفعل، تبداوا تستخدموا اللارج لانجوج مودلز في يور ديلي تاسكس. نقدر نعمل ده ازاي؟ عن طريق استخدام اوبن اي لو عندنا حساب عليه، لو ما عندناش حساب نقدر نستخدم بينج شات سواء على الموبايل ابلكيشن او على البراوزر. وفي كل الاحوال هنحتاج نتعلم مهاره اسمها البرومت انجينيرنج. البرومت انجينيرنج هي المهاره اللي عن طريقها بنعرف نكتب تعليمات لللارج لانجوج موديل، نطلب منه اللي احنا عايزين نطلبه. ودي هتبقى احد المهارات من وجهه نظري المتواضعه التي لا يمكن الاستغناء عنها في المستقبل القريب. هي بالفعل بدات تبقى كده، ان عشان نستخدم السيستمز دي بكفاءه محتاجين نطلب منهم اللي احنا عايزين نطلبه بكفاءه برضه، بطريقه كفاءه، بطريقه تفهم، بطريقه ما فيهاش لخبطه وهكذا. فالبرومت انجينيرنج، وفي كورسات كتيره موجوده اونلاين على البرومت انجينيرنج، وفي تيبس اند تريكس نقدر نعتبره فن وعلم في نفس الوقت. يعني البرومت انجينيرنج احد المهارات التي يجب ان تتعلم وتمارس عشان نقدر نستخدم الادوات دي. وزي ما بقول احنا في لحظه فارقه، وفي لحظه الناس بدات فيها من فتره صغيره، يستحسن احنا نلحقها. على الجانب الاخر بقى، لو احنا ديفلوبرز نقدر نبتدي ده الوقت المناسب اللي نتعلم فيه نبني ارتفيشال انتليجنس ابلكيشنز باستخدام اللارج لانجوج مودلز. ابلكيشنز بتعمل تكست سمرايزيشن، ابلكيشن بتعمل سنتمنت اناليسيس، ابلكيشن بتعمل وهكذا، كل التاسكس اللي قلنا عليها دي، او بتعمل بعضهم مع بعض حتى حسب البيزنس كيسز المطلوبه من الكاستمرز بتوعنا او من الاند يوزرز بتوعنا. فنبتدي نفكر بعقليه مختلفه، مش هنعمل برامج تقليديه فقط، هنعمل برامج بتستخدم اللارج لانجوج مودلز دي عشان تعمل حاجه مفيده لليوزر بيز بتاعتها. اعتقد ان تعلم لغه البايثون هنا هو مناسب جدا، لان لغه البايثون اغلب الحاجات اللي موجوده اونلاين دلوقتي على استخدام اللارج لانجوج مودلز معموله بالبايثون. ما هيش بس بالبايثون، لكن البايثون ليه نصيب الاسد فيها. لانج تشين وسيمانتك كيرنل هما الاثنين عباره عن فريم وركس بيسهلوا جدا التعامل مع اللارج لانجوج مودلز، مش بس حتى اوبن اي اي، احنا في عندنا لارج لانجوج مودلز في العالم كتيره دلوقتي، كترت جدا، معموله بفندرز مختلفين وحتى فيهم بعضهم اوبن سورس. نقدر نستخدم السيمانتك كيرنل او لانج تشين عشان نسهل برمجه التطبيقات اللي بتستخدم اللارج لانجوج مودلز. وكمان للناس اللي مش بتكتب كود قوي، عن فلوايز عملوا فلوايز اي اي، عملوا طريقه ان احنا بالدراج اند دروب نقدر نبني ابلكيشنز بتستخدم اللارج لانجوج مودلز، وتبقى ابلكيشنز كامله من غير ما نكتب سطر واحد كود، نقدر نعمل ده كمان. اللي انا عايز اقوله من النقطه الاخيره دي، ان عندنا وسائل كتيره تخلينا ننمو ونمد ونبقى على قدم المساواه مع كثيرين في العالم بيعملوا ده دلوقتي. فالحقيقه دي فرصه مناسبه جدا. اخر حاجه هنا هي الصوره دي. الصوره دي الحقيقه يعني معبره جدا. الصوره دي من سنه 88، دول معلمين الرياضيات، الماثيماتكس تيتشرز، في المدارس الابتدائيه في احدى الولايات الامريكيه سنه 88، كانوا في مظاهرات في الشارع بيطالبوا بمنع استخدام الالات الحاسبه كالكوليترز في الفصول لطلبه المدارس الابتدائيه. انا مش هتكلم عن رايي الحقيقه في اي حاجه، بس يعني الصوره دي اعتقد في بشكل او باخر يعني حاجه بتشبه الواقع فيها دلوقتي بعد العديد من السنوات. بس بدل الكالكوليترز هنتكلم بقى على الجينيريتيف اي اي وعلى تشات جي بي تي وعلى الحاجات دي. عايزين نفكر كده، انا مش هقول اي انطباعات شخصيه، بس عايزين نفكر ايه السبل، يعني طرق، ايه الحاجات المشابهه وايه الحاجات المش مشابهه، ونفكر كده برضو الكالكوليترز اللي موجوده النهارده مع الطلبه، هل هي ليها ميزه ولا ملهاش ميزه، هل هي مميزاتها اكثر من عيوبها ولا العكس وهكذا. بس اعتقد ده يعني يدعو الى التامل. شكرا جزيلا لوقت حضراتكم. البرزنتيشن نقدر نحملها من اللينك اللي موجود على الشاشه، ودي البروفايل بتاعي على لينكد ان. واشوفكم بخير مره تانية ان شاء الله. شكرا جزيلا.